للوقوف على الموضوع ينضم إلينا من رام الله دكتور رمزي عودة مدير وحدة الأبحاث في معهد فلسطين. أهلا وسهلا بك ضيف الكريم. أهلا وسهلا بك. يعني نحن نشاهد تحذيرات أممية ومنظمات الصحة العالمية تصرخ بأعلى صوت بأن هناك مجاعة وشيكة، عدد الشهداء في استمرار سواء كان بالتجويع، بانعدام المواد الغذائية، بعدم الوصول إليهم بالمساعدات الكافية. هذه الترديدات الإنسانية التي تتوسل الأمم المتحدة بتنفيذ قرارها في وقف إطلاق النار، هل ستستجيب لها؟ بالواقع هذا سؤال مهم. إحنا منذ البداية، منذ يعني أكثر من 3 شهور، حذرنا أنه سياسة إسرائيل في قطاع غزة إضافة إلى فكرة التهجير القسري، هم يعتمدون على فكرة التجويع، سياسة التجويع. طبعا سياسة التجويع تؤدي إلى قضيتين أساسيتين أو هدفين بالنسبة لإسرائيل. الهدف الأول هو التطهير العرقي، يعني إخراج أو الإبادة الجماعية، إخراج الناس من قطاع غزة إلى خارج قطاع غزة. والهدف الثاني يعني تنكير الشعب الفلسطيني ووضعه للشروط الإسرائيلية. اليوم إسرائيل في شمال قطاع غزة واضح أنه في سياسة تجويع وإبادة جماعية واضحة جدا، ما في طحين، ما في سكر، ما في أدوية، في انعدام كامل لمعظم المواد الغذائية الأساسية للناس، وبالتالي من 30-35 طفل استشهدوا في المستشفيات نتيجة لعدم وجود رعاية طبية وتغذية لديهم. معظم شمال قطاع غزة يعيش على المساعدات القليلة جدا، يعني هذه المساعدات قليلة جدا، وهذه المساعدات أيضا اختلطت بالدم الفلسطيني كما رأينا في ميدان الكويتي وفي الشيخ أجلين وغيره. إلى الآن إسرائيل متعنتة في موضوع إدخال المساعدات، تتحجج أن هذه المساعدات تصل إلى المقاومة، وبالتالي هي لا تريد أن تصل إلى المقاومة. هل يعقل أن يتم إبادة شعب وتجويع ملايين من أي شعب في العالم بحجة أن هذه المساعدات تصل إلى طرف أو إلى طرف آخر؟ يعني هذا غير منطقي. يعني هي فكرة تضييق الحصار على الشعب الفلسطيني، ولكن هناك لعبة أخرى تدار في العالم بعض منها وفي الخفاء الآخر، الأونروا. عندما لا تستطيع الأونروا التعامل مع قطاع غزة في توصيل المساعدات وإيقاف المساعدات، وتحديدا هو قوت اليوم والطحين، وكان هو السبب الرئيسي في دخول غزة في المجاعة، ويقال بأن إسرائيل ضيقت الخناق على المساعدات على الأموال الخاصة بالتمويل للأونروا من أجل منع وقمع أدائها مع جانب غزة، هل الأونروا ستستجيب بشكل آخر؟ ما الحل في هذا الإشكالية؟ هل تستطيع دولة التدخل في أعمال منظمات أممية إنسانية؟ يعني هذه الدولة دولة مارقة اللي هي ما يسمى بإسرائيل. إسرائيل يعني أبادت شعب، فبالتالي فكيف بها في النظر إلى موضوع اليونروا؟ موضوع اليوان موضوع حساس جدا بسبب 12 شخص اتهمتهم إسرائيل حتى تورطهم. 7 أكتوبر اتهمت اليونروا بأنها تؤوي الإرهابيين، وبأن مدارسها تأوي مخازن للإرهابيين، وبأنها يعني لا تقوم بمساءلة موظفينها. نتيجة لاتهاماتها صارعت أكثر من 20 دولة إلى تجميد علاقاتها مع اليوان. اليوم اليوان هي المنظمة الدولية الوحيدة القادرة على توصيل المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لأن فيها طاقم كبير، فيها إمكانيات، فيها خبرات سابقة، فيها مخازن للأدوية، مخازن للغذاء، هي عندها سيارات، تمتلك كل القدرات. ومع ذلك إسرائيل لأنها تريد أن تجوع الشعب الفلسطيني اتهمت اليوان بأنها مشاركة في العمليات الإرهابية ومنعت وصول المساعدات إليها. طبعا يعني هذا أضر الشعب الفلسطيني. الشمال قطاع غزة السبب الرئيسي في المجاعة موضوع اليوان، يعني موضوع رفح هناك إمكانيات عند السكان، عند المؤسسات الدولة ما زالت، ولكن شمال قطاع غزة لا يوجد أي شيء. اليوم إسرائيل عمدت على استبدال اليوان بقضيتين،
طبعا يكونوا تحت سيطرتها. اول شيء الرصيف العائم اللي بتحكي فيه انه يتم بناؤه من خلال الولايات نعم مع المتحده واشنطن. الامريكيه، هذا نعم نعم هذا الرصيف يكون تحت تحكم الجيش الاسرائيلي، يعني بمعنى المساعدات اسرائيل تفتشها في قبرص، عندما تصل الى شمال غزه يتم من خلال تعالوا الادوات تفتيشها مرة الاسرائيليه. أخرى من لرنكة إلى ميناء غزة. ولكن دعني أخذ معك الموضوع إلى أكثر عمقاً، نريد حلول سياسية واقعية على الأرض. ألا ترى معي ضيفي كريم بأن أحد المعضلات أو مربط الفرس في إحراج أمريكا على المستوى الدولي وأيضاً احتقان الشأن الداخلي في الانتخابات مع بايدن كان هو مسألة تجويع الشعب الفلسطيني، وهو ما الذي أدى إلى هذا الخلاف المؤخر مع أمريكا وإسرائيل وانعدام التصويت وعدم منح أمريكا حق الفيتو المؤخر لإسرائيل بسبب الأفعال الإجرامية الإنسانية الوحشية؟ ألا ترى معي بأن يمكن استغلال هذه الورقة من أجل إيقاف هذا التجويع؟ طبعا طبعا الولايات المتحدة وضعت تحفظات على سياسة إسرائيل، سواء سياسة الإبادة، قتل المدنيين، تسميها إبادة، قتل المدنيين، هدم البيوت، تجويع السكان، عدم إيصال المساعدات، فضوح للتفتيش، قتل الفلسطينيين المدنيين الذين يذهبون للحصول على المساعدات من خلال الشاحنات، كل هذا إسرائيل يعني غارقة في انتهاكات وجرائم مستمرة للقانون الدولي. وعلى فكرة الولايات المتحدة لم تضع قيود على موضوع اجتياح رفح، هي تضع قيود على إسرائيل على موضوع قتل المدنيين ووصول المساعدات الغذائية. طالما تقول لإسرائيل طالما أنت تمنعي وصول مساعدات إلى قطاع غزة، هذا يسبب إبادة جماعية، قتل، وبالتالي نحن لا نستطيع أن نتحمل هذا الوزر القيمي، القانون الدولي وفي الأخلاق العامة، ونحن نرى عشرات الآلاف يموتون أو سيموتون في هذا الموضوع. إذن المسألة محتدمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والولايات المتحدة عندما أحجمت عن إصدار حق الفيتو في قرار في مجلس الأمن الأخير كانت رسالة واضحة للإسرائيليين أنه أنتم تماديتم، تهددوا باجتياح رفح، لا توجد مساعدات إلى الآن، هناك قيود حتى على وصول الأدوية وإخراج الفلسطينيين إلى مصر للعلاج إلى آخره من القضايا، وبالتالي هذا غير مقبول. لكن للغرابة أنه إسرائيل بدل ما أن تفهم الرسالة، الحكومة الإسرائيلية تنتقد سياسة الولايات المتحدة وتقول أنها ستجتاح رفح بدون برضا أمريكا أو بعدم رضاها، وأنها مستمرة في سياستها لتضييق الخناق على المقاومة الفلسطينية، طبعا تضييق الخناق على الشعب الفلسطيني باسم المقاومة الفلسطينية. اليوم يعني مؤسسات الرئاسه الفلسطينيه والاجهزه يعني قامت بالمساعده في ايصال المساعدات بانفسها، اخذت تاخذ المساعده وتوصلها. كان في حمله يعني تحت اسم السيد الرئيس محمود عباس، حمله شعبيه وتقوم ايضا بايصال المساعدات، لكن هذه الحمله لا تستطيع ان تعمل في شمال غزه بسبب قيود اسرائيل. اسرائيل اي شخص يسير في الشارع في قطاع غزه بالذات في شمال غزه هو معرض للهجوم، وبالتالي يعني حتى التجار إسرائيل هددتهم، التجار اللي بيحصلوا على أو بيشتروا المواد التموينية يعني تم تهديدهم، أنه إذا تعاملوا ما إذا أخرجوا بضاعتهم لأي شخص بين قوسين قد يكون إرهابي، فبالتالي هو معرض للقصف وقصف منازله، وهذا طبعا جعل التجار يخافوا حتى يتعاملوا مع الناس العاديين. ومع ذلك يعني اللي قبل 3 أيام بدأت الأمور تنفرج. أولا بدأت المساعدات تصل، اللي هي السفينة القبرصية وصلت فيها 200 طن من المساعدات، وصلت إلى شمال غزة. أيضا التجار لم يعودوا يعطوا ضرائب، يعني يأخذ المساعدات أو يأخذ البضائع ويقدموها للناس بدون أي ضريبة، وبالتالي سعر كيلو السكر انخفض من 70 شيكل، انخفض اليوم في الوسطى الى 15 او 20 شيكل، هذا انجاز عظيم، يعني كان لا احد يستطيع ان يشتري السكر، حين انخفض من 2500 ل 3000 شيكل في شمال غزه، انخفض اليوم ل 400 او 500 شيكل، هذا كله نتيجه لبدايه تدفق المساعدات من البحر وليس من الحدود الإسرائيلية، لأنه كما رأيت يعني
إسرائيل تفتش وتمنع المساعدات القادمة إلى شمال غزة، وعندما تأتي هذه تقف بالمرصاد لكل من يقدم أي مساعدة أو يحاول الوصول للشعب الجائع على شفا المجاعة لإنقاذه من الإبادة الممنهجة الجماعية. دكتور رمزي عودة، مدير وحدة الأبحاث في معهد فلسطين، أشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك في برنامج منتصف النهار.